اللي في الصورة دي اسمها عزة، قصتها حقيقي من أغرب قصص الغدر والانتقام، بس انتقام مش عادي، لأن اللي هتسمعه في القصة دي هيأكد لك إن انتقام شياطين. 2016 محمد عسكر واللي كان وقتها عنده 18 سنة أعجب جدا بعزة جارته في البلد، وهم كانوا مقيمين في قرية اسمها المجفف في محافظة الشرقية، وكان بيحبها جدا وعنده استعداد يموت نفسه لو ما اتجوزهاش، وكان متخيل إن حياته مع عزة هتكون جنة. اتجوزوا وكل الأهل كانوا شايفين بنفسهم حب محمد لعزة، وقعدوا 12 سنة وخلفوا طفلين. ومحمد خلال المدة دي كان بيسافر للقاهرة علشان شغله هناك، وفي كل أجازة يرجع لبيته في البلد ويقعد مع مراته وأولاده زي أي شاب مغترب. وفي بداية الجواز عزة سافرت مع محمد للقاهرة علشان تعيش معاه هناك، وبعد فترة طلبت من محمد إنها ترجع تعيش في البلد تاني جنب أهلها، وللعلم هي نفس القرية اللي عايش فيها عيلة محمد الأعمام والخلان، لأن والدته وإخواته مقيمين في القاهرة ما عدا أخته بس اللي متجوزة ومقيمة في نفس القرية في محافظة الشرقية. عزة كانت حجتها إن محمد سايبها طول اليوم وبينزل شغله، مش عارفة تعمل حاجة في القاهرة حتى ما عندهاش أصحاب، وحجتها التانية إن محمد كان بيجيب أصحابه على البيت ويشربوا مخدرات، وده وضع كانت عزة رفضاه وأي حد في الدنيا يرفضه، وده برغم إن عيلة محمد أنكرت تماما إن ده حصل. لكن بعد فترة محمد وافق إن عزة ترجع تعيش في البلد تاني وهو يزورهم في كل أجازة، وطول الوقت يبعت فلوس علشان يشوف احتياجات البيت واحتياجات وطلبات أولاده. عزة كان عندها اقتناع إن محمد بيضيع كل فلوسه على المخدرات وعلى السهرات، وده اللي كان بيخليها تطلب فلوس منه بطريقة مبالغ فيها وكتير جدا، ولأنه كان شغال في قهوة بلدي فكان دخله بسيط ويدوبك يقدر يعيش كويس، فكان أهل محمد دايما بيتدخلوا علشان يقللوا الخلافات اللي بين عزة وبين محمد بسبب الفلوس، وهم اللي كانوا بيبعتوا فلوس باستمرار لعزة علشان تخفف ضغط الطلبات المالية باستمرار على محمد. لكن الموضوع اتطور كمان عند عزة لدرجة انها بدأت تقول ان محمد بيخونها، وانه يعرف واحدة تانية غيرها، وتفسيرها لده ان محمد بدأت اجازاته تطول لدرجة انه بقى ممكن يزورهم مرة واحدة بس في الشهر، فطلبت منه عزة انه يشتغل 5 ايام بس وياخد اجازة يومين يقضيهم معاهم في البلد. ولان محمد كان بيحب عزة فعلا فما كانش ينفع يرفض لها طلب، وعمل كده فعلا، بقى يشتغل 5 ايام في القاهرة واجازة نهاية الأسبوع كان بيسافر على البلد علشان يقضيه مع مراته وولاده. والكلام ده حصل في آخر سنة 2022، يعني قبل انتقام عزة من محمد ب5 شهور. عزة كانت متأكدة ان محمد بيخونها، وبرغم ان محمد قال لها اكتر من مرة انه ما بيعملش كده، لكنها كانت مقتنعة جدا باللي بتقول، وبدأ محمد ينفذ طلب عزة، بقى يشتغل 5 ايام في القاهرة ويرجع في نهاية الاسبوع على بيته في قرية المجفف في محافظة الشرقية. وبعد 3 اسابيع من تنفيذ الاتفاق ده محمد بدأ يحس بألم غريب في بطنه. الألم ده كان بسيط ومش مستمر، وكان كل ما بيكلم والدته أو أخته يقول لهم على الألم اللي بيجيله في بطنه كان الرد دايما إن ده طبيعي بسبب أكل الشارع طول ال5 أيام وهو مسافر في القاهرة، لحد ما مر 4 شهور ومحمد بيعاني من نفس الألم في بطنه لكن بطريقة مش مستمرة. فبدأ أهل محمد يشكوا إن عنده مشكلة في المعدة، وهو بدأ ياخد أدوية مطهرة للمعدة بدون الرجوع لدكتور. حتى عزة لما كان محمد يقول لها على ألم بطنه كانت برضو بتأكد له ان ده بسبب اكل الشارع المستمر طول ال5 ايام اللي هو موجود فيهم في القاهرة. مفيش حد متوقع خالص ان عزة بتحط طول الوقت ده سم لمحمد في الاكل بس بكميات بسيطة، لحد ما يمر 5 شهور وبالصدفة يكون عيد ميلاد عزة قرب، فيقرر محمد انه هياخد اجازة بدري من الشغل علشان يرجع البلد ويحتفل بعيد ميلاد عزة، ويرجع على القرية يوم الثلاث في نص الاسبوع ويعمل احتفال عيد ميلاد عزة معاها ومع اهله، وتكون الاجواء طبيعية وحلوة جدا. وبعد الاحتفال ما خلص اخت محمد بلغته انها حجزت له عند دكتور امراض باطنية، وده لان الالم اللي في بطن محمد مستمر وملوش تفسير، ولانه موجود في البلد بدري فممكن يعمل الكشف ويطمن على معدته، وحجز الكشف عند الدكتور كان تاني يوم من عيد الميلاد.
ويجي يوم الأربعاء الصبح. محمد يقوم من النوم ويستعد علشان يروح للدكتور، لكن عزة تقنعه انه يقلع هدومه تاني ويقعد في البيت، وانها هتعمل له اكل نظيف في البيت وهتعمل له كمان شوربة خضار هتساعده كتير في انها تعالج معدته. ومحمد من كتر ثقته فيها وافق ودخل على اوضه النوم وقعد على السرير، وهي دخلت المطبخ علشان تعمل له عصير يشربه على بال ما تخلص الاكل. قدمت له العصير وشربه، وبعد ما شربه على طول حس ان الالم في بطنه بقى زياده جدا. تقوم عزه تدخل عليه وتقول له ان دي اخر جرعه سم هو هياخدها. صدمت محمد انه اكتشف انه خلال الخمس شهور دول من الم بطنه هو عباره عن سم عزه بتحطه له في الاكل اسبوعيا. بس انتقام عزه لسه ما خلص، انا بقول لك انتقام شياطين. محمد خلاص فقد السيطره على نفسه تماما، وعزه جابت حبل وربطته بيه، وبعدها طلعت ازازه بنزين وده لقيتها عليه وده لقيتها في اركان الاوضه. كل ده ومحمد كان لسه عايش، وولعت النار وقفلت الباب عليه كويس وخدت ابنها ونزلت الشارع علشان تبقى بره البيت. يتفاجئ الاهالي الساعه 1:30 الظهر بصوت انفجار قوي جدا لدرجة ان حيطة الغرفة نفسها وقعت في الشارع، والاهالي والجيران بقوا واقفين في الشارع شايفين الاوضة بتولع قدام عينيهم. وكان حقيقي صوت الانفجار عالي جدا، وفي الوقت ده عزة كانت بتمثل انها منهارة وعمالة تقول للاهل وللجيران ان هم يلحقوا محمد، ان انبوبة البوتاجاز انفجرت فيه، وهي قدرت تلحق ابنها وتجري بسرعة. لحد اللحظة دي مفيش اي حد متوقع ان عزة هي اللي عملت كل ده. الاسعاف يوصل بسرعه ويلاقوا جثه محمد متفحمه تماما، لكنهم ما رضيوش يشيلوها او يحركوها من مكانها لانهم حسوا ان في شبهه جنائيه، لانهم لاحظوا وجود بقايا حبل جنب الجثه. ورجال الامن يوصلوا، واول ما يدخلوا الاوضه ويشوفوا جثه محمد وشكل الانفجار يتاكدوا ان في شبهه جنائيه، برغم ان اهل محمد اكدوا لهم ان مفيش اي خلافات لمحمد مع اي حد ممكن يوصلوا انه يعمل فيه كده. لكن رجال الامن لاحظوا حاجات غريبة، اولا شكل وحجم الانفجار والتفحم القوي قوي لكل اجزاء الغرفة، لدرجة ان جثة محمد مش باين منها اي تفاصيل صعب تكون بسبب انفجار انبوبة غاز. ده غير انهم لاحظوا ان باب الاوضة متشال منه الاكرة الداخلية، وكأن حد متعمد يعمل كده علشان الشخص اللي جوه ما يعرفش يفتح الباب ويخرج. اول شك رجال الامن كان في الزوجة، وده لان بعض الشهود قالوا انهم شافوا عزة قبل الانفجار في الشارع بمدة قليلة، وكمان عرفوا ان ابنها اللي كان معاها قال لها ان في دخان طالع من اوضة بابا وان بابا موجود جوه، فهي طلبت منه ان يسكت وينزل معاها على الشارع. اول ما رجال الامن استدعوا عزة ولسه هيسألوها انهارت على طول واعترفت انها بتخطط لكل ده من خمس شهور، من خمس شهور وهي بتحط سم في الاكل لمحمد كل اسبوع، ومن خمس شهور وهي بتفكر ازاي هتعمل انفجار في الاوضة علشان الموضوع يبان للناس انه مجرد انفجار انبوبة غاز بالصدفة وان محمد مات محروق. وجابت منين ازايز الملوتوف او البنزين ده؟ جابته من عند والدها، لان والدها شغال تاجر في المواد القابلة للاشتعال ومنها البنزين، وجمعت خمس زجاجات مولوتوف يعني قنابل، وفتحت واحدة منهم وده لقيتها بالكامل على محمد وفي الغرفة، وسابت الاربع ازايز مقفولين ومحطوطين في الدولاب. بس ما كانتش متوقعة ان حجم وشكل الانفجار هيكون كده، وان حيطة كاملة تقع بسبب الانفجار ده. اتقبض عليها، والطب الشرعي اكد ان محمد اتعرض لاكتر من جرعة سم خلال فترات متباعدة، وكمان اكد انه تعرض لاعلى درجات الحرب، واكيد هتاخد حكم ملائم لانتقام الشياطين اللي هي عملته، ضيعت بيت كامل، والاولاد ملهمش اي ذنب في اللي حصل. مهما كانت الخيانة حتى لو كانت صح، مفيش انتقام ممكن تسمع عنه اصعب من انتقام عزة. سلام عليكم.